يخرب بيتك وبيت سنينك. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ اختفي. بتتكلمني كده ليه؟ بقول لك ايه؟ الحكومه مرشقه في كل حته وقريه متراقبه. وليه ان شاء الله؟ لقينا من شويه قتيل على الشط، انا مش هقدر اقف معاك اتكلم اكتر من كده، انت عارف بقى الشبهه والجرس، ها؟ شبهه. خد ولا احنا اتفاجئنا ان في حاجات مسروقه من الفيلا، وسالم علشان ما يعملش شوشره جمع كل الشغالين موجودين هنا وسالهم واحد واحد، واتفاجئنا ان الرشاد ده مش موجود، ولما راحوا يفتشوا في اوضته لقوا كل المسروقات هناك. وهو كان فين؟ كان هرب. ممكن اعرف ايه الحاجات اللي اتسرقت بالظبط؟ ساعه رولكس وولاعة كارتيه ذهب وزراير قميص الماز وشمدان فضه. ياه، ومسروقات بالقيمه دي كلها ازاي ما تبلغش عنها؟ انا اكتفيت ان انا فصلت قدام الشغالين وقلت ما دام الحاجه رجعت سليمه يبقى مفيش داعي للشوشره. وحياتك شايف ان مجرد رجوع الحاجه سليمه ده سبب كافي انك ما تبلغش؟ افتكر انه من حقي، انا حر يا اخي. القانون ما فيهوش انا حر يا اخي يا سالم. ليه؟ لانك كده بتساعده يسرق غيرك زي ما سرقك، وبكده انت بتسطر عليه وبتساعده سرقه غيرك. عموما هو خد نصيبه. لا يا سالم بيه، دي قضيه تانيه خالص. مش معنى ان هو متهم في قضيه سرقه ان هو يستاهل الاكل. القانون وحده هو اللي يلحق ان هو يحدد العقاب، مش حد تاني. ده على اساس يعني اننا لنا علاقه بموته؟ التحقيقات والطب الشرعي هم اللي هيحددوا. انا كده خلصت كلامي مع حضرتك، تقدري تفضلي. بعد اذنك. ممكن حد يوريه اوضه القتيل؟ مصطفى خلي بشير يفتح له الاوضه. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا بيه، اتفضل. استنى يا بشير يا فندم. قول لي يا عم بشير، كنت موجود ساعة لما سالم بيه اكتشف السرقة؟ ايوه يا باشا كنت موجود، لما لقينا كل الحاجات اللي كانت ضايعة في كلاب المرحوم. كمل. مفيش، زي ما سالم بيه قال لحضرتك، كل الحاجات اللي كانت ناقصة لقيناها في أوضة المرحوم. بس سالم بيه الله يستره ما رضاش يبلغ البوليس، ومن ساعتها شايلين جبينه فوق دماغنا. كتر الف خيره طبعا. قول لي بقى يا عم بشير، ورشاد قصدي المرحوم يعني زميلك بقاله قد ايه؟ يعني من حوالي 5 سنين وزياده يا باشا. ما كانش بيشرب حاجه كده، حاجه كده. لا يا باشا حق الله ما كانش بيشرب حاجه، ده ما كانش بيسيب فرض. بس لا مؤاخذه يعني كان الحمل عليه تقيل شويه. تقيل ازاي يعني؟ احكي لي. لا مؤاخذه يا باشا يعني ليه اخ توفى وساب له 3 ولاد. بيصرف عليهم وبيصرف على ابوه وبيجهز اخته الصغيره. طب ممكن يكون هو ده اللي خلاه يمد ايده عم بشير. الله اعلم يا باشا، هو الشيطان لا مؤاخذه لما بيمسك دماغ حد يلا السلامه. تمام. طب قول لي، في حد ممكن يكون بلدياته صاحب اكتر منك؟ اه مصطفى اللي بيشتغل معانا هنا بلدياته وجاره، وهو اللي جابه يشتغل. حلو قوي الكلام ده، روح هاته بقى وتعالى لي بسرعه. حالا يا باشا. ده مش وقت دلع دلوقتي، احنا في كارثه، نخلص منها الاول وبعدين نتكلم. أنسة فسنت. ايوه. اظن حياتك خدتي فكره عن الموضوع، احب اعرف رايك ايه في المرحوم رشاد. مجرد واحد شغال هنا. كان عنده كام سنه تقريبا؟ معرفش، يعني تقريبا حاجه و30. مفيش مره ممكن يكون صدر منه كلمه كده، حركه كده؟ لا طبعا، والا ما كانش فضل شغال هنا. يعني كان مؤدب ويبص في الارض اول ما بيشوف حضرتك؟ هو كان يقدر يعمل غير كده؟ خلاص خلاص، مبدئيا هسيبكم تكملوا خناق. عاجبك كده؟ أنا ما غلطتش في حاجة. الهانم هي المصرة تعمل فيها ست البيت وخصوصا في غياب حضرتك. يا دي رهامة اللي أنت حطاها في دماغك. والله حضرتك اللي حطيتها في بيتنا مش أنا اللي حطاها في دماغي. كان ليا غرض في كده، والحمد لله ربنا حققهولي. يعني هطلقها بعد ما خلفت؟ أنت اتجننتي؟ عايزاني أطلقها وهي لسه بترضع؟ أمال إيه؟ ما تكبري عقلك بقى، أنت مش عيلة صغيرة. أنا ما بطلبش منك إنك تحبيها. كله بطلبه منك تعامليها لأنها بتاخد بالها من أخوك الصغير. مش عيب برضه إنك تعالي حسك على بابي. مساء الفل يا ارنولد. مساء الفل. ايه الريحه الحلوه دي يا سيد؟ النبي عجبتك؟ لا ده انا نزيه قوي وعجبك. طب والله والله يا ارنولد مركبها ب 34 جنيه في الحسين. 34 جنيه يا سيد؟ انا بتكلم عن ريحه الكفته اللي في ايدك. يا راجل هي دي كفته؟ ولا اقول الريحه دي جايه منين؟ اه انت بتلف وتدور يا سيد.
وانت طلعت بخيل ولا ايه يا سيد؟ بخيل؟ بخيل مين يا ابني؟ ده انا ابو الكرم كله. يا نهار اسود. ده انت مش تاكل السندوتشات بس. انت تاكلني انا شخصيا. بقول لك ايه؟ وانت كنت تعرف المرحوم؟ لا. بس بيقولوا يا سيد لما كنا عندك في مصر ان هم لقوا حاجات في اوضته سلاح من عند سالم بيه. يا نهار اسود. بقى كده يا ابو العز بيه يوم ما اطلب منك شغل تبعت لي حته لبش قتل وسرقه تحرش جت في ميعادها. حبيبي يا سيد صحه وعافيه حبيبي. معناها مش اكلتك يا ارنولد مش عاجبني. نازل نازل. لا تقرير طبيب شرعي فنان بتاع غريق اوشن. اتفضل انت. سالم بيه بزعجك معايا معلش انا عارف بس تقرير الطب الشرعي هو اللي اجبرني اني اجي واسالك شويه اسئله. اتفضل اتفضل. مفيش حد غريب. الاستاذ ابو اليزيد المحامي بتاعي. اهلا وسهلا يا متر. اهلا بسيادتك. تقرير الطب الشرعي بيقول ان كان في اثار تعذيب على صدر وظهر المجني عليه وده نتيجه للضرب بكرباج او حبل مجدول وان تاريخ الضرب ده كان سابق لتاريخ الوفاه باكتر من 12 ساعه. رد على السؤال ده الاول. انا مش فاهم هو فين السؤال. لا ده مش سؤال يا سالم بيه، ده اتهام بتعذيب القتيل قبل وفاته. مش كده سعادتك؟ طبيعي ان يحصل عندي سرقه ولما امسك اللي سرقني اعذبه كنوع من انواع العقاب. اي حد بيحقق مكاني كان هيفكر كده. ده لو كنا لقيناه. حضرتك نسيت ان هو هرب بعد ما اكتشفنا السرقه يبقى عذبناه ازاي؟ مش ممكن تكونوا لقيتوه بعد ما هرب؟ مين اللي هيجيبه؟ وهنلاقيه ازاي؟ احنا قريه سياحيه مش اسم بوليس، لا عندنا عساكر ولا مخبرين يقدروا يجيبوه ويعذبوه بالكرباج كمان. تفتكر مين اللي عمل كده بعيدا عن حضرتك طبعا؟ اللي هقولهولك ده بشكل شخصي. اللي انا اعرفه ان الولد كويس. ممكن يكون عنده شريك هو اللي دفعه للسرقة ولما عرف إن هو رمى المسروقات وهرب اختلف. ممكن يكون ما صدقوش عشان كده قاعد يضرب فيه عشان يعرف مكانها. تقرير الطب الشرعي بيقول إن المرحوم اتقتل في مكان واتسحب لمكان تاني قبل ما يترمي في البحر. إيه رأيك؟ إيه رأيك أنت تشوف حد تاني تسأله عشان أنا أشوف شغلي؟ تقترح حد معين؟ عندك مدير البيت، مدير الأمن، زملاء الشغالين أكيد هيبقى عندهم وقت يتكلموا معاك وتاخد وتدي معاهم. أنت عارف إن أنا لولا موضوع السرقة ده أنا ما كنتش عرفت هو مين؟ أنت فاهم إن أنا عارف كل الشغالين اللي عندي؟ مش غريبة تبقى عارف كل الحاجات اللي عندك، ما تعرفش مين اللي شغالين عندك؟ أنا شايف إن مفيش داعي إن سعادتك تتعب نفسك وتتعب سالم بيه معاك بأسئلة في موضوع مالوش علاقة بيه. لحد دلوقتي يا متر. لحد دلوقتي. عن إذنكم.